مفاجأة غير متوقعة. يعني سامح كلمني من حوالي ساعة كده بيقول لي انا قدامي ساعة اوصل، جاي من بيترسبرج مخصوص. واضح انه رايح مشوار تاني، فخد ستوب هنا في السكة كده. بقالنا 5 سنين ما تقابلناش، دلوقتي هيبقى لقاء، هيبقى حاجة اكسايتنج يعني بصراحة. 5 سنين، اكتر من 5 سنين كان ما تقابلناش بقى. وقلت له استناني في ريستوران اسمه دبي، لقيته بعت لي رسالة من حوالي نص ساعة كده بيقول لي انا وصلت دمشق خلاص للريستوران. يعني واضح ان هو ما نامش والاسامي ملبسها في بعضها معايا، فربنا يسهل. وجاءت اللحظة المنتظرة، تقريبا هو اللي واقف هناك ده. يا جماعة هو اللي واقف هناك ده، شكله ما اتغيرش. حبيبي ايه يا عم ده يا عم؟ ما اتغيرش بس منور بنوفجورد يا عم سامح حقيقي. عامة أيوة. انا سعيد اللي انا شفتك النهارده معتز، بتمنى لك كل الخير والتوفيق. بتمنى لك كل الخير والتوفيق، وان شاء الله لنا مقابلة تاني ان شاء الله. والله يا جماعة ما اعرف ان هو جاي، انا فجأة لقيته بيكلمني بيقول لي انا ساعة واوصل تمام، فلبست ونزلت له بقى. بس يعني انا كنت انا معزمه، بس هو ظهر العرق المصري لسه مع انه عايش بقاله 5 سنين. انت اخويا الصغير، انت اخويا الصغير حبيبي يا عم سامح. بس برضه نفس السؤال تاني، هل كنت تتخيل من 5 سنين ان احنا نتقابل هنا؟ انا ما كنتش اتخيل اصلا انك بس انك بس عايش فيه. عايش يا سيدي حبيبي.